السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا في صدى الأقلام. سنرصد أهم ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والأجنبية دائما بعد أهم العناوين. نقرأ في صدانا اليوم من الهيئة نت، والبداية قسم حقوق الإنسان في الهيئة يشارك في ندوة قانونية عن تداعيات غزو واحتلال العراق وسبل تحقيق العدالة. في المدى أياد علاوي متخوفون من التلاعب بنتائج الانتخابات عبر تهكير القمر الصناعي. في موقع كتابات المجرب لا يجرب، عبارة للسيستاني تتحول لشعار انتخابي، فهل تغير الوجوه فعلا؟ وفي الجزيرة نت ترامب لدول المنطقة سنجعلكم تنفقون وتنفقون. في العربي الجديد داخلية غزة تتهم مسؤولين في استخبارات السلطة الفلسطينية بتفجير موكب الحمد الله. وفي القدس العربي لافروف لقناة عبرية ترامب سيعلن خطة سلام بعد افتتاح السفارة في القدس. وآخر عناويننا في الحياة، الدول الضامنة تتحد رغم خلافاتها وتتمسك بفعالية أستانا وقرارات سوتشي. المؤسسة البرلمانية العراقية في خدمة المنتخبين وليس الناخبين. بهذا العنوان استهل الكاتب ماجد السامرائي مقالته في صحيفة العرب اللندنية، مضيفاً يترسخ لدى العراقيين طباع بأن الدستور وقانون الانتخابات هما وسيلة تستخدم من قبل السلطة التنفيذية لضمان انتخاب مرشحيها، ونتيجة لذلك لم تكن هناك رغبة لدى المجتمع بحماية الدستور والذي كان يعتبر ورقة لا قيمة لها في المجتمع. بعد الغزو الأمريكي للعراق في 2003 تمت صياغة الدستور على أساس طائفي، وجرت انتخابات أول مجلس نواب عام 2005 من داخل الأحزاب والكتل السياسية، حيث فازت القائمة الشيعية ولكن دون أغلبية، مما حرك نظرية التوافق بين تلك الأحزاب عبر صفقات سياسية لتحديد الخيارات النهائية، خصوصاً في مناصب رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب. ولم تتحقق آمال العراقيين بقيام مؤسسة برلمانية حقيقية تعبر عن همومهم السياسية الوطنية وتطلعاتهم في حياة أمنية ومعاشية مستقرة. جرت الانتخابات الأولى في ظرف أمني مشحون وهجمة منظمة لإثارة نزاع طائفي وتحضير منظم لجعل البرلمان ساحة لعرض الهيمنة السياسية للأحزاب الشيعية. وكانت اللعبة أن يترأس سني البرلمان مقابل إعطاء شرعية لولاية الأحزاب الشيعية على الحكم، والضغط على جمهور العرب السنة وإشعارهم بأن لديهم من يمثلهم في مؤسسة تشريعية رسم لها ألا تكون سوى واجهة شكلية غير فاعلة. وأصبحت قصة توزيع حصص مناسب الرئاسات الثلاث تقليداً سمي توافقياً، الحكومة للشيعة والبرلمان للسنة ورئاسة الجمهورية للأكراد. البرلمان في العالم مؤسسة قوية تمثل مصالح الناس وليس سياسي إلا في العراق، فهو مؤسسة خيرية نفعية للنهب أو للنهب وتوزيع الحصص. ما يكمن وراء البعض من الأخبار يكون أحياناً أكثر أهمية وأعمق مغزى وأدعى لتأمل والتفكر من الأخبار بذاتها. من هذه الأخبار هذا الذي أنبأتنا به دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الخميس الماضي. الخبر يقول إن حكماً حضورياً بالسجن مدة 5 سنوات وشهر 1 قد صدر عن محكمة الجنايات في محافظة ميسان في حق محاسبة كانت تعمل في المصرف الزراعي التعاوني في مدينة العمارة. ثبت قيامها بالاتفاق مع آخرين بمحاولة اختلاس 211 مليار دينار من المصرف نفسه،
أي ما يقل قليلاً عن 200 مليون دولار أمريكي، وهو من جملة المبالغ المرصودة إلى موازنة تنمية الأقاليم المخصصة إلى محافظة ميسان. فكم حجم الأموال السائبة في العراق؟ يتساءل الكاتب عدنان حسين في صحيفة الملف. لنا أن نتخيل حجم الأموال السائبة في هذه الدولة، محاسبة في فرع لمصرف ليس هو من المصارف الكبرى في البلاد، في مدينة مهملة نائية عن العاصمة، كانت على وشك اختلاس نحو 200 مليون دولار. فكم حالة من هذا النوع قد حصلت أو كانت ستحصل أو لما يزل ممكناً أن تحصل في مدن أخرى ومصارف أخرى؟ المحافظات جميعاً تشكو أن موازنات تنمية الأقاليم لا تحقق أهدافها. بالتأكيد ما كان في المستطاع أن تتحقق الأهداف من هذا البرنامج ما دام المال العام سائباً على هذا النحو، والمال السائب يعلم على السرقة. النظام المصرفي في المتخلف في البلاد هو ما يوفر البيئة المناسبة للفتك بخزائن المال العام. هذا النظام يعتمد إلى اليوم الأوراق والتواقيع العديدة ودمغة الأصابع في تمشية المعاملات. هو نظام ينتمي إلى زمن العثماني. لو كان النظام الإلكتروني هو المتبع في المنظومة المصرفية في البلاد على غرار الحاصل في بلدان العالم كلها تقريباً بما فيها الصومال، ما كان لأحد أن يتجرأ على التلاعب بمصير 200 دولار وليس 200 مليون. في البلدان الأخرى يمكنك أن تعمل هذا كله في ظرف دقيقة واحدة بالبطاقة الذكية التي تسهل لك أمر إيداع النقود أو سحبها من ماكينة صرف صغيرة منتشرة في الشوارع والأزقة، ليس فقط في فروع المصارف. ليس لزاماً عليك أن تسحب أو تودع من ماكينة الصرف الخاصة بمصرفك، فضلاً عما تتيحه البطاقة الذكية من إمكانية شراء السلع والخدمات بشكل مباشر من الدكاكين والمحال التجارية أو غير مباشر عبر الإنترنت. متى يا ترى نبلغ هذه المرحلة؟ الآن ونحن نقترب من الانتخابات المثيرة للجدل والتي من ملامحها المميزة ساعة الدعايات الانتخابية متمثلة بالصور المتنوعة المنتشرة في كل شوارع العاصمة. يلازم هذه الدعايات حملات التسقيط السياسي من بوابة التسقيط الأخلاقي. كانت حصة المرشحات من هذا التسقيط مرتفعة جدا. الكاتب حمدي العطار يوضح في مقال بصحيفة الزمان عن السياسي الفاسد. ولم تعد صفة العميل قادرة على تسقيط أي سياسي، لأن زمن العمالة للأجنبي أصبح موضة قديمة، بل قد يفتخر البعض بأنه مثلاً صديق لتلك الدولة أو هذه، ولا بأس إن كان يحمل حتى جنسية تلك الدول التي بعضها لا يخفي عداؤه للعراق كدولة وشعب. كما لم تعد من المعيب أن يكون السياسي طائفياً، لأنه سوف يدعي الدفاع عن المكون، وهو مصطلح دستوري ذكر أكثر من مرة بصيغة المكونات الاجتماعية أو الدينية والقومية وحتى المذهبية. كما أن صفة السياسي الفاسد لم تأكل طالما يوجد ما يسمى المحاصصة وقرارات العفو ومبدأ شيلني وشيلك. وحتى الآن على الرغم من اتساع ظاهرة الفساد والحجم الكبير للأموال المختلسة، لم نرى سياسيا واحدا حكم عليه بتهمة الفساد. لذلك تم اللجوء إلى التسقيط الأخلاقي بانتشار أفلام الفيديو والتسجيلات التي الكثير منها لم تكن حقيقية وغير واضحة، لكن مروجي هذه الأفلام من الوقاحة أن يضعوا السياسي المستهدف وصورته واسمه على شريط التسجيل. يضيف الكاتب: السياسي الفاسد لا يصيبه أي مكروه مهما كان حجم التشهير والتسقيط الأخلاقي. لا يتردد العديد من المطالبين بالحكم المدني وحاملي شعارات العلمانية في مطالبة المرجع الديني علي السيستاني بإصدار فتوى حول الانتخابات لصالحهم، حتى أنهم اعتبروا أن مقولة المجرب لا يجرب
والتي وردت على لسان معتمديه قبل سنوات بمثابة فتوى دينية. هؤلاء أنفسهم يعلنون أنهم يحاربون من أجل فصل الدين عن السياسة وينتقدون تدخل رجال الدين في العمل السياسي. بعض العلمانيين العراقيين يبرر مطالبة السيستاني بالتدخل كنوع من غسل ذنب الائتلاف الوطني، ويرى أن فرص البلد قوضت بدعم السيستاني لتلك القائمة، وأن دماء أهدرت بسبب اختيار القوى الشيعية التخنق مذهبياً والتعامل مع حكم العراق باعتباره منصة طائفة غالبة على حساب طوائف مغلوبة. كل ذلك بحسب الكاتب شرق عباس في صحيفة الحياة. الواقع أن تغيير الوسط السياسي العراقي الحالي هو مطلب وطني وضرورة تاريخية تفرضها اعتبارات عديدة، لن يكون عبر فتوى دينية، بل إن أي استخدام للمقاربة الدينية سواء كانت فتوى أو نصيحة أو إرشادا أو خطبة جمعة في الصراع الانتخابي هو بمثابة طعن في آمال العراقيين ببناء دولة مدنية على أسس قانونية رصينة تحفظ هيبة الدولة ومؤسساتها، كما تحمي الدين من التغول السياسي. وبالعكس، المجرب لا يجرب بالفعل، والعبارة ليست فتوى، ولا تحتاج بالتالي إلى فتوى لتفسيرها، بل إنها ببساطة تجربة الحضارة الإنسانية، وهي مبدأ أساسي من مبادئ الاختيار، وقد استخدمتها الأمم بلغات مختلفة وصياغات مختلفة، بل إن مبدأ التجريب يمثل مركز البحث العلمي والأدبي والسياسي. ونعم، ليس من المنطق ولا من العقلانية إعادة تجريب من أثبتت التجربة فشله، وهنا تحديداً يتم الحديث عن منطلقين، أولهما تغيير بيئة التجربة، وثانيهما تغيير أدوات التجربة. عبارة المجرب لا يجرب في خضم تحولها إلى رمز الانتخابات 2018 يستخدمها الشيعة كما يستخدمها السنة والأكراد في الصراع مع القوى التقليدية. أفرزت هذه الجملة ردود فعل ضاغطة حتى على السيستاني، لتوضيح العبارة أن الدولة المدنية التي يحلم بها العراقيون يجب أن يؤسسها الوعي الشعبي أولاً، وأن هذا الوعي يخضع بدوره إلى نظرية التجريب، وأن التغيير الوحيد المتاح هو ما تؤسسه قناعة الشعب وضرورته. مغفل أيها السادة من يعتقد أن دول العالم التي تشكل ما يعرف بالأمم المتحدة دول مستقلة لديها قرارها الوطني المستقل، وأنها تضع سياساتها الخاصة بها. لا أبدا، فلو نظرنا فقط إلى ديكتاتورية مجلس الأمن الدولي الذي يحكم العالم منذ الحرب العالمية الثانية لتأكدنا ولعلمنا أن كل الدول خارج المجلس هي مجرد توابع وأدوات في أيدي الدول الأعضاء الخمس، هكذا كتب فيصل القاسم في القدس العربي عن مصير الثورات العربية. وإذا كانت الشعوب الأوروبية الشرقية الأكثر تقدماً وتطوراً من الشعوب العربية بمراحل مجرد قطع شطرنج في لعبة أمم كبرى، فما بالك بالعرب المساكين؟ هل يعقل أن يسمحوا لهم بالثورة واختيار النظام السياسي والاقتصادي الذي يطمحون إليه إسلامياً كان أو غير إسلامي؟ بالطبع لا، ولهذا فإن طباع العالم كان للشعوب العربية بالمرصاد عندما بدأت تخرج إلى الشوارع للثورة على طغاتها الذين عينهم الغرب نفسه حكاماً على البلاد العربية. وهناك رأي آخر يقول إنه حتى ما يسمى بالربيع العربي لم يكن مطلقاً فعلاً شعبياً عربياً، بل كان مجرد لعبة غربية في المقام الأول، لا تختلف عما يسمى بالثورة العربية الكبرى عام 1916، عندما لعب البريطانيون بعقول الشريف حسين وشركائه وحرضوهم على الثورة على العثمانيين، لا كي ينالوا استقلالهم، بل كل يقوم الغرب فيما بعد بانتزاع المنطقة من مخالب العثمانيين وتقسيم البلاد العربية حسب اتفاقية ساكس بيكو
سيئة الصيت. لا تتوقع من الآن فصاعدا ثورات كتلك التي تغنى بها الشعراء والرومانسيون والطوباويون من قبل، فتلك لن تعود في ظل النظام العالمي الجديد مطلقا. إذا شاهدنا لاحقا أي تحولات أو ما يشبه الثورات الشعبية فاعلموا أنها مبرمجة ولا علاقة لها بالشعوب. بعد 27 عاما من إيداع المجلس الوطني الفلسطيني في الثلاجة منذ آخر اجتماع شرعي له في الجزائر عام 91، تتقرر فجأة إعادته إلى الوجود من دون أن يفهم سبب بقائه مجمدا أو تعرف أسباب إعادته إلى الحياة. إن كان ما زالت فيه بقية روح الكاتب معين الطاهر يتساءل ما سر الدعوة إلى انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني. ثمة أنباء أن سبب عقد المجلس وإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بذريعة تجديد الدماء فيها، وهو أمر لا يحتاج وحده إلى عقد دورة للمجلس لا تتوفر لانعقادها جميع الظروف اللازمة، فبالإمكان اللجوء إلى الحل نفسه على سوءه والذي أخذ إليه عام 2009 حين استكمل أعضاء اللجنة التنفيذية وفقاً للمادة جيم من الفقرة 14 في النظام. فنحن هنا نحافظ على وضع قائم غير مرغوب به إلى حين الإعداد الجدي لمجلس وطني حقيقي يشكل بداية مرحلة جديدة في النضال الفلسطيني. إجراءات عقد المجلس يلفها الغموض، فأي مجلس هو الذي سيعقد؟ هل هو مجلس الجزائر 483 عضواً؟ أم مهرجان غزة 730 عضواً؟ ومنذ مجلس الجزائر توفي 88 عضواً وازدادت أعمار الباقين 27 عاماً، أي أن الشيخوخة هي السمة السائدة فيه. ثم ماذا حل بالأعضاء في المنظمات الشعبية التي يفترض أن يتغير أعضاؤها نتيجة انتخابات ديمقراطية في صفوفها؟ ومن الذي سيقوم باستبدالهم وبتعيين بدل المتوفين؟ وماذا سيحدث بكوتا العسكريين؟ وهل سيحل مكانهم في المجلس الوطني قادة أجهزة التنسيق الأمني؟ وماذا عن فصائل اضمحلت؟ الشعب الفلسطيني بأمس الحاجة إلى مجلس وطني فلسطيني توحيدي يحافظ على منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني كله، ويعيد صياغة مشروعه الوطني لأجل مقاومة الاحتلال ودحره والتصدي الجدي والفاعل لصفقة القرن ولمحاولات التطبيع العربية مع الاحتلال. مجلس موحد يشكل رافعة للتحرير وأداة للبناء، وليس مجلسا يرفع مدماكا جديدا في بنية الانقسام ويضعف من شأن منظمة التحرير التي ابتلعتها السلطة وشلتها المفاوضات واتفاق أوسلو وشككت السلطة بتسلطها على المنظمة وليس أحد غيرها بصفتها التمثيلية. تجارب الانطلاق واللعب الحر لدى الأطفال تساهم بارتفاع نسبة الذكاء لديهم، والمدارس المتطورة في رياض الأطفال تحرص أن تتركهم يلعبون بحرية. الطفل الذي لا يعرف اللعب أو اللهو مع زملاء بيئته أو في المدرسة ينشأ خجولاً منكسراً منطوياً على ذاته، ولذلك ينصح أساتذة الطب النفسي بإتاحة الفرص الكافية للأطفال للانطلاق واللعب والتعبير عن أنفسهم وحاجاتهم النفسية والعاطفية. يفضل الأطفال بين 7 و10 من العمر حصص النشاط الحر والرياضة بالمدرسة، رغم أنهم يشاركون في أنشطة منظمة كفرق كرة القدم أو الموسيقى أو التمثيل المسرحي. في أغلب الأحيان لا يكون لدى الطفل وقت
للعب بعد المدرسة لأن الواجب المدرسي يشغل كل وقته. يقول أحمد شكري استشاري الطب النفسي المصري: من المؤكد أن تجارب الانطلاق واللعب الحر لدى الأطفال تساهم بارتفاع نسبة الذكاء لديهم، ولذلك تحرص المدارس المتطورة في رياض الأطفال أن تتركهم يلعبون بحرية ويمارسون أنشطة دون تقييد أو نظام معين أو فرض توجيهات خاصة، كما يجب أن نعطي للطفل الفرصة الكافية كي يكون حراً في اللعب. إلى الكاريكاتير. مشاهدينا، هذا ما كان في جعبتنا لصدى أقلامي، على أمل أن نلتقي بكم في صدى أقلام جديد بإذن الله، في أمان الله ورعايته.